المعاق المناسبة للانتظارات تاع الدولة الاحتلالية الخاصة من الحكومة المقبلة. صحيح أننا نعيش لحظة انتخابية اليوم، ولكن بعد الانتخابات هذه غادي تجدد النقاش حول تشكيل الحكومة والحكومة وانتظارات مجموعة من القطاعات من بينها ذوي الاحتياجات الخاصة وشريكة ورأس في الحكومة المقبلة. سي حسن مرحبا بك. مرحبا وشكرا للأنفاس اللي استضفتنا هذا اليوم. سي حسن، قبل ما نهضروا على الانتظارات ديالكم على الحكومة اللي جاية إن شاء الله، ذوي الاحتياجات الخاصة حققوا واحد النتائج مبهرة في الألعاب الأولمبية الأخيرة، شنو هو التعريف ديالك؟ أولا أنا كنعتبرهم من خيرة الأبطال اللي نجيب المغرب، وكنهنيهم لهذا المنبر، وكنتني على ما قاموا به من مجهودات رغم ضعف الامكانيات اللي كتقدم من طرف الوزاره ديال الشبيبه والرياضه والثقافه. واللي هو مؤسف هو انهم ما كانوش كيتقاداو نفس لي بريم اللي كيتقاداو الابطال الاخرين اللي كيديروا في الالعاب الاولمبيه، واضطروا يجلسوا مع الوزير السابق باش يطلبوا بالحقوق نتاعهم انهم الا خدوا ميداليه ذهبيه من حقهم كذلك يستافدوا من نفس المكافاه اللي كيستافدوا بها الابطال الاخرين ديال الالعاب الاولمبيه. وكما تلاحظون انهم الرتبه 28 اللي حصلوا عليها هي رتبه مشرفه على الصعيد العالمي. جميع لي ديسيبلين اللي دارت كرة القدم، يعني الألعاب القوى، وجابوا نتائج ممتازة. خاصة المقارنة يلا دارت الألعاب الأولمبية الأخيرة اللي كانت فيها نتائج ماشي مزيانة. بطبيعة الحال لأن خاصي المجتمع المغربي والدولة تهتم بالأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة خاص يكون واحد البرنامج مستقبلي من أجل يعني إنشاء أبطال في المستقبل. لان احنا مثلا دابا هاد الناس هادو كنعرفوهم تقريبا كاين جوج ولا ثلاثه كانوا حازوا على ميداليات ذهبيه قبل في البارالمبيك، ودابا عاودوا حازوا، ولكن المره الجايه خصنا ابطال اخرين. خاص الخلاف وخاص رد الاعتبار للرياضه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه بالمغرب. هل تبين بان الاعاقه مع مرة تكون واحد المانع لما تتحقق شي حاجه؟ يعني ماشي الاعاقه ما بقيناش نضروا الاعاقه تاع انسان ما عندوش متسول كذا، يعني الاعاقه راه تكون بعض المرات حافز باش تحقق نتائج. تتعرف بان الدستور الاخير كيجرم يعني التمييز على اساس الاعاقه، وبالتالي في المغرب ما بقاش مطروح هذه القضيه ديال التمييز على اساس الاعاقه. اذا خاص غير المجتمع يوعى بان هاد الاشخاص في وضعيه اعاقه يمكن نعطيو للمجتمع ديالهم وللدوله نتاعهم، ولكن خصها توفر لهم الشروط عن طريق تكافؤ الفرص. ما تبقاش هذيك النظره الاحسانيه تاع واحد الشخص معاق السياره لا حول ولا قوه الا بالله. بطبيعه الحال لا يمكن باش نشوفوا دابا واحد النظره احسانيه، لانه دابا الجانب الحقوقي هو اللي طغى في المجتمع الدولي، وبالتالي الى الدوله ما عطاتش اهميه للاشخاص في وضعيه اعاقه تكون اشكاليه دوليه. نرجعوا للمحور الثاني، هو الان تنعيشوا كما قلت لحظه انتخابيه والكل يعني غينتظر الحكومه المقبله. بالنسبه للملف تاع ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني منذ ذلك بغيتي تقول حكومه التنوع هو الملف يراوح المكان ديالك. بالنسبه لك شنو هو اهم الانتظارات ديالكم لهذه؟ اولا كاينه اشكاليه، الاشكاليه الاولى هو ان منذ 1998 كان واحد يعني الحقيبه وزاريه كتعطي الاشخاص في يعني كتعطي الوزير والاغلبيه عطوها الوزيرات في يعني باش يكون واحد الحقيبه ديال وزاره الاشخاص في وضعيه اعاقه، وتم التغيير ديالها بوزاره التنميه الاجتماعيه. يعني انا حبذا لو كانت دار مندوبيه ساميه للاشخاص في وضعيه اعاقه وتكون عندها علاقه مباشره برئيس الحكومه، لانه المشاكل اللي كيعانيوها الاشخاص في وضعيه اعاقه ما يمكنش تحل برامج حكوميه. وخير دليل على ذلك هو انه منذ 1998 تل دابا يلاه دار قانون ديال 1397، قانون اطار النصوص التنظيميه فينا هي كاين محاولات، كل وزيره كتحاول دير واحد المجهود، وهذاك المجهود محتشم، ما يمكنش يحل الاشكاليه المعضله ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه الا عبر انشاء مندوبيه ساميه للاشخاص في وضعيه اعاقه، وتكون عندها يعني الصلاحيات مباشره مع رئيس الحكومه المقبل. اذا بغينا نحدد واحد 5 ملفات ولا الناس بالنسبه لدول الاعاقه، يعني 5 ملفات اللي هي مستعجله اللي خاصها الحكومه تنكب عليها وتحققها اول 5 سنوات المقبله. اول ملف هو ديال التشغيل.
ديال المجازين واللي عندهم الماستر. يعني كاينه اشكاليه الحكومه الفارطه يلاه تقريبا 50 200 400 يعني 650 في المجموع اللي شغلات في اثناء الموندا نتاعها. قبل كانت شي 360 عن طريق التوظيف المباشر. حنا كنطالبوا دابا كل سنه يتوظف 400 500 ديال الاطر من ذوي الاشخاص في وضعيه اعاقه، باش تكون هاد خمس سنين على الاقل واحد التشغيل ديال واحد 4000 او 6000 ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، وما يبقى حتى معطل في الاشخاص في وضعيه اعاقه. هذا من جانب. الجانب الثاني هو ديال التربيه والتكوين. كاينه باقى اشكاليه ديال تسجيل الاشخاص في وضعيه اعاقه وخاصه الاطفال، ما كيستافدوش من التسجيل بكل سهوله، لان ملي كيمشي المدرسه المدير ديال المدرسه ما عندوش الولوجيات، ما عندوش لي سيستيم ادابتي لهاد الاشخاص في وضعيه اعاقه. وبالتالي نطالب باش تكون واحد اللجنه اقليميه، كل مندوبيه ديال التعليم تكون عندها لجنه اقليميه خاصه بالاشخاص في وضعيه اعاقه، اللي كتدبر اولا التسهيل ديال الولوج ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه يقدروا يدخلوا بالمدرسه في احسن الظروف، ثانيا يراعيوا عامل القرب. ما يمكنش واحد الطفل في وضعيه اعاقه غتقول لي 3 كيلومتر سير قرب 3 كيلومتر، هذه اشكاليه. دونك انا كنطالب مندوبيه ساميه للاشخاص في وضعيه اعاقه في الحكومه المقبله، لان ملي غتكون عندها صلاحيات مباشره مع رئيس الحكومه ما غتدخلش في البرامج الحكوميه اللي هي ترانسفيرسال، بمعنى تقدر ديرها الحكومه تقدر ما ديرهاش تقدر، لانه كنلاحظوا كاع الحكومات ما كاينش محاسبه، ما كاينش محاسبه ديال الوزير اللي كي يعني كيدبر هذا القطاع اش درتي واش ما درتيش. كاينه اشكاليه بغض النظر على التشغيل التعليم هذه المندوبيه الساميه، اش كاين ملفات اخرى تروح كاين ملفات ديال الولوجيات في الاقاليم في المدن، كاين ملفات ديال القطاعات، مثلا الوزاره الوصيه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه خاصها تكون عند البعد ديال الاعاقه في جميع الوزارات، مثلا وزاره الثقافه شنو دارت للاشخاص في وضعيه اعاقه، وزاره الصحه اش دارت للاشخاص في وضعيه اعاقه، وزاره جهيز، وزاره الماليه، وزاره يعني الوظيفه العموميه، يعني جميع الوزارات خصهم يديروا البعد ديال الاعاقه في البرامج نتاعهم. المؤسف ان تتم احداث مجموعه من المباني اللي حديثه ولكن ما تتمش استحضار القضيه. اولا في الكيت شارج كاين الولوجيات، ولكن للاسف الكوميتي ريجيونال ولي كوميتي لوكو ديال لي زارشيتيكت وداك الشيء ما كيطبقوش القانون، لان ان ارشيتيكت ملي كيجي ان بلان وما تيقولش ضروره دار الولوجيات وكيسيني، دونك هذاك السيد اللي كيبني راه كيبني سويفون لارشيتيكت. اذا لارشيتيكت خصو ياخذ بزمام الامور وياخذ مسؤوليته الى جانب السلطات المحليه والجهويه والاقليميه. كانت عندكم مؤاخذات على العمده المنتهيه ولايه يوسف السي عبد العزيز العماري حول العديد من القضايا تاع المعاقين، بالنسبه لكم واش المجلس الجاي اللي حنا ما تنعرفوش شكون غيكون الرئيس ديالو قادر انه يحل هذا المشكل من بين المشاكل كما قلتي الولوجيات التنقل على مستوى الحافلات؟ ما كاينش شي مجلس غادي يحل المشكل ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه دون استحضار انه الاشخاص في وضعيه اعاقه خصهم يدخلوا للسياسه وخصهم يكونوا في المجالس. ما يمكنش، ما كيف ما بغى يجي هذا الرئيس او العمده المقبل إذا ما كانوش الأشخاص في وضع إعاقة في المجالس ديال الجماعة وفي المقاطعات ما يتحل حتى مشكل. كانت واحد التجربة ديال السي يوسف رخيص في المجلس السابق. إيه. كان واحد هو العضو الوحيد اللي كانت. إيه عضو واحد، حنا بغينا العشرات. العشرات، لأن عضو واحد ولا جوج ما غيديروا والو. العشرات لأنه غادي غيديروا تكتل باش يدافعوا على الأشخاص في وضع إعاقة. من خلال الحملة الانتخابية اللي سالت البارحة والوعود والبرامج على الاحزاب السياسيه، واش تشوف انهم قادرين على ان الملف تاع الاعاقه ما يبقاش يتعاملوا معاه كاستهلاك اعلامي وكيكون ملف اللي هو حقيقي باش نتجاوزوا هذه المعضلات اللي هضرت عليها؟ كاين احزاب اللي قدمت برامج للاشخاص في وضعيه اعاقه، وراه كاينه الناس راه شافوها وطلعوا عليها وشافوا جميع الاحزاب شكون اللي دار البرنامج ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه وشكون اللي ما داروش. ولكن البعض يقول هذه غير برامج غير وعود ما عندهاش وغنشوفوا، حنا غنشوفوا المستقبل، غنشوفوا المستقبل الحزب اللي غادي يطبق البرامج ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المستقبل غادي يحكم. انت من بين الناس اللي تدافع اللي يعني عندك واحد الجمعيه سميتها جمعيه من المعاق باش تدافع على
الناس على الاعاقه، وانت كواحد يعني من ذوي الاعاقه، واش تشوف بان كثره الجمعيات هي اللي خالقه المشاكل على مستوى الملف؟ لا ما كاينش واحد التنسيقيه، ما كاينش واحد التضامن ما بين هذه الجمعيات وبعضها. لا الكثره مزيان، الكثره غير هو خصك تتاهل. الكثره ماشي مشكل تكون حتى 60,000 جمعيه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، غير هاد 60,000 ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه تكون عندهم نفس التاهيل، نفس التكوين، نفس المناصره باش يكون الموضوع مرافعه نفسها. ما يمكنش مثلا غادي تقول واحد الجمعيه في الدار البيضاء هي مؤهله، وجمعيه مثلا في خريبكا ولا في تارودانت غير مؤهله، خصها تتاهل. انا ماشي ما اشكال، ماشي اشكال في الكثره، الاشكال هو خص الجميع يتاهل من اجل مناصره قضايا الاشخاص في وضعيه اعاقه والترافع امام السلطات المحليه وامام الحكومه المقبله. قلت بان خاص ضروري يكون مثلا 10 ولا 20 من ذوي الاعاقه في المجالس المنتخبه، واش انت من الناس اللي تايدوا ضروري ايضا يكون واحد الوزير ولا وزيره ولا جوج ولا ثلاثه في الحكومه يكون ايضا هما من ذوي الاعاقه، ولا هذا ما تبقى مجرد يعني هو ماشي انك اسمح لي لقطعت، كل الاهم هو ان ندافع على الملف على الاعاقه بدلا يعني يكونوا ممثلين. انا كنتمنى من ذوي الاعاقه يكونوا وزراء، انا ما عنديش هذا الاشكال، لانه ماشي حيت انت من ذوي الاعاقه هذا معيار باش تكون وزير، ولكن كاين من ذوي الاعاقه كفاءات، كاين كفاءات عندهم ماستر، عندهم اجازه، عندهم مثلا حضور سياسي، حضور جمعوي، حضور نقابي، خاص الدوله تعطيهم فرصه باش يتولوا هذا المنصب اللي هما قراب هما اللي عارفين الحاجيات. وكنعتقد كنعتقد غادي تكون واحد الاضافه نوعيه الى كان وزير في الحكومه المقبله من الاشخاص اللي غادي تكون. ما نظنش، ولكن ما كانش عنده البورتفوي ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. يعني انت بغيتي تكون وزير ذوي الاعاقه وعنده ملف ديال الدوله؟ بطبيعه الحال انا هذه امنيه مستحبه، وكنتمنى تكون اضافه نوعيه وغتعطي الاكل ديالها. غتعطي الاكل ديالها. شي حسن الحلولي، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. مرحبا. تابعي قناه الفاس بريس، الى لقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.